أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم باطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإن أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم عشر فتم
ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل سبيل المفسدين وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين صدق الله العظيم.